وبشأن موازنة 2018 ونسبة الأكراد منها، ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عبد السلام برواري، أستاذ العلوم السياسية من مدينة أربيل. دكتور عبد السلام، مرحبا بكم. العبادي أكثر شخصية سياسية مارست الخداع والكذب على مر التاريخ، هذا ما قاله النائب بختيار شاويس، لكن ما الذي استدعى هذا الوصف والانتقاد شديد اللهجة بحق العبادي في هذا التوقيت تحديدا دكتور؟ يعني مساء الخير، تحية لكم الأخوات والأخوة المشاهدين والمستمعين. في الحقيقة لنراجع يعني ما قام به العبادي خلال الأشهر القليلة الماضية. ثلاثة مرات احتفل بأن داعش قد انتهى وتم القضاء على داعش وأراد أن يبيع السلعة للغرب. الآن نرى داعش تنشط في أكثر من منطقة. العبادي منذ أربعة أشهر يقول نلتزم بالدستور ونفتح المطارات ونرسل الرواتب ولا زال لم يحدث شيء. العبادي يقول حول نسبة 14% و 12.6 نعم، أن 14% هي صفقة سياسية وهذا كذب. أقول كذب، آسف على هذه الكلمة، لأنه منذ 96 الأمم المتحدة بعد حسابات معقدة قررت هذه النسبة. هم يعني في الدستور هناك مادة صريحة تقول أن يعترف في كردستان في الحدود التي كانت تحت يعني خلينا نقول سلطة الإقليم قبل سقوط صدام، وتتضمن هذه المنطقة مناطق شاسعة العقبة والشيخان التابعة لنينوى وكلار التابعة لديالا. عندما يحسبون نسبة السلطان لا يحسبون السلطان هذه المناطق. العباد يدعو إلى محاربة الفساد والفاسدون، يمد لهم يده ويتحالف معه ثم يتكلمون عليه. طيب دكتور عبد السلام، أريد أن أستثمر معك الوقت دكتور. العبادي أعطى وعدا بزيادة حصة إقليم كردستان من موازنة 2018، تراجع العبادي عن هذه التصريحات فيما يتعلق بحصة الكرد. تعتقد أن العبادي يمارس ضغطا سياسيا على مسعود البرزاني تحديدا دكتور؟ أنا يعني أقول بصراحة، أنا شخص لا أحب أن أرد استعارات سياسية. طيب، مسعود البرزاني أكبر من أن يناله العبادي أو غيره. حقيقة إذا كان يفعل ذلك فمع الأسف إضافة إلى صفاته الأخرى فيبدو أنه لا يفهم من السياسة. البرزاني لم يأتي بانتخابات ولم يأتي بقرار شخص تكون التاريخ صنع البرزاني. البرزاني منذ السبعينات هو يقود لا فقط للحركة التحرير الكردية، بل باعتراف حتى الناس الذي كانوا مسؤولي عبادي أنه هو الشخص الذي كان قادرا على أن يجمع العراقيين مع بعض، الشخص الذي تعطيه المحاضر الدوليه مكانته. يعني ماذا يمكن للعبادي ان يفعل مع البرزاني؟ بالتاكيد هو يستهدف البرزاني والنهج الذي يمثله البرزاني، وهو نهج لا يساوم، وهو نهج لا يرضخ لرغبات القوى الاقليميه وخاصه ايران. هذا صحيح، ولكن طيب، اذا كان يتصور انه قادر على ان ينال بالبرزاني فهو قادر. دكتور عبد السلام، زيارة نجرفان البرزاني إلى إيران، تعتقدون في إقليم كردستان العراق أن إيران قادرة على حل الأزمة بين بغداد وأربيل دكتور؟ يعني الأزمة لنعترف ما هي بغداد؟ يعني إذا كنا نتصور أن بغداد هي دولة وصاحبة قرار، نحن مقتنعون جدا إيران بأمالات كلامي. إيران بتصريحات من نائب رئيس برلمانها من رئيس الأمن القومي يقول لا يفضل قرار في بغداد أو في دمشق أو بيروت أو صنعاء دون علمنا، ويفتخرون بأنه أخيرا خضعت هذه المناطق وأصبحت أقاليم الإمبراطورية الإيرانية. الإيرانيون عقال، الإيرانيون أصحاب خبرة 52 سنة في الحكم، شاهدوا بأن ما تم القيام به بعد الاستفتاء اضر بهم اقتصاديا اكثر من غيرهم. لذلك لجؤوا الى تغيير الموقف، وموقف حكومه
كان واضح نحن نريد حوار وعلاقات جيدة على أساس المصالح المشتركة مع الجميع. نعم دكتور، آسف المقاطعة دكتور، ولكن يعني لم يبقى لدينا الكثير من الوقت. الدكتور عبد السلام برواري أستاذ العلوم السياسية من أربيل، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.